كنا اتكلمنا مع ضيوفي في الحلقه اللي فاتت طبعا، الناقد الرياضي الاستاذ احمد رشاد والناقد الرياضي الاستاذ محمد ناجي، عن قرعه افريقيا لكره اليد، وحللناها حتى بعد الهواء قعدنا مع بعض وحللناها وشفنا يعني ممكن يكون ايه المحتمل. فغالبا بنسبه كبيره لقاء مصر وتونس هيكون في قبل النهائي، وهنحللها مع حضراتكم ونقول لكم ليه. طب البطوله دي هتتلعب امتى؟ هتتلعب من 19 29 يناير. هتتلعب فين؟ هتتلعب في مصر الحبيبه طبعا، ارض الكنانه، هتتلعب في صاله رقم واحد، الصاله المحبذه دائما ابدا لفريق كره اليد. قول لي اعمل صالات كتيره جدا، ولكن طبعا ده الدكتور مدحت البلتاجي مدير تنفيذي الاتحاد الافريقي، ومنصوره أريمو اللي كان قبل كده طبعا، ابراهيم المصري راح ممثل ككابتن الفريق، وطبعا منصوره أريمو رئيس الاتحاد، دي القرعه، وكابتن ياسر لبيب اهو رئيس جهاز كره اليد في النادي الاهلي. دي كانت في القرعه اللي اتعملت الاسبوع اللي فات، وكانت وقت احنا يوم الاربعاء وقت ما كنا هوا مع حضراتكم، وجبنا لكم نتيجه القرعه بس دي صور منها يعني. طيب خلينا اقول لكم احنا ليه بنقول كده. بنقول ان مصر وقعت في المجموعه الثالثه مع غينيا، الكاميرون، كونغو، برازافيل، هنطلع اول باذن الله. طيب تونس وقعت مع مين؟ وقعت مع انجولا في المجموعه، غالبا تونس اول، انجولا تاني، احنا هنرد على المجموعه دي. فهنلاعب مين؟ هنلاعب غالبا انجولا في دور الثمانيه. ونرجع نرد بقى في القرعه على تونس، على اللي هيفوز في الناحيه الثانيه، الناحيه الثانيه معانا هي تونس. طيب خلينا استعرض مع حضراتكم الاربع مجموعات، لان هم اربع مجموعات في اربعه ب 16 فريق. المجموعه الثالثه قلتها لحضراتكم اللي فيها، او المجموعه اللي فيها مصر قلتها لحضراتكم، هقول المجموعات الباقية بقى. المجموعة الأولى فيها كاب فيرد الرأس الأخضر، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، رواندا. المجموعة الثانية اللي هي مصر اللي قلت لحضراتكم عليها، مصر، غينيا، الكاميرون، الكونغو، برازافيل. المجموعة الثالثة المغرب، الجزائر، الجابون، ليبيا. ده المجموعة الثالثة. عندك بعد كده المجموعة الرابعة، تونس، أنجولا، نيجيريا، كينيا. الثانية بترد على الرابعة، عشان كده بقول لكم إن احنا هنقابل غالبا تونس في قبل النهائي. اصحاب المراكز الخمسه الاولى في امم افريقيا هيتاهلوا لبطوله العالم اللي جايه، واللي هتكون بدايه 2025 في كرواتيا والدنمارك والنرويج. ومش طبعا بفكر حضراتكم ان بطوله العالم اللي اتلعبت في مصر 2020 دي كانت اخر بطوله هتنظمها دوله واحده. وعلى فكره بقى الاتجاه العالمي كله ان مش اكتر من دوله تنظم بطوله العالم، ما يبقاش دوله واحده، وده اتجاه يعني ممكن يكون لنشر اللعبه وخلافه يعني. كاميرتنا كانت موجوده في قلب القرعه اللي جبنا صور منها، صورنا التقييد، اتفرج عليه وارجع لحضراتكم تاني. احنا طبعا دي قرعه البطوله المؤهله لاولمبياد باريس 2024. كلنا امل وطموحات، واحنا كل الجهات المسؤوله دعمتنا في هذا الامر، الوزاره وطبعا الاتحاد الافريقي وكل المحيطين بنا والاتحاد الدولي، ان احنا قدمنا ملف استضافه والحمد لله تم استضافتها في مصر لاهميتها، لانها هي بياخدوا فقط الاول في البطوله، هو المؤهل الاول الوحيد بس، هو المؤهل بشكل مباشر للبطوله، لبطوله الاولمبياد. فطبعا ليها احنا في كره اليد بنحاول نقدم أفضل ما يمكن بجهود المحيطين بينا وبجهود لاعبينا وبجهود الأندية، لأنها الأندية هي العامل الأساسي الأول في إعداد لاعبي منتخباتنا. البطولة 26 طبعا للأمم الأفريقية رجال، المرة دي يعني ليها أهمية خاصة، بتبقى كل أربع سنين، لأن الفائز بيتأهل مباشرة للأولمبياد، والتاني والتالت بيلعبوا الملحق، فدي تأهيل أولمبياد. بالاضافه ان هي كل بطولات الامم الافريقيه بتبقى مؤهله لبطولات العالم. بطوله العالم اللي جايه طبعا في 5 يناير 25 كرواتيا والدنمارك اظن، فدي برضو هنأهل خمس فرق. فلما بيبقى في تصنيف للفرق الافريقيه في التصنيف الدولي بيعمل ميزه للافريقيا بحيث يشارك اكثر عدد. يمكن بطوله العالم اللي كانت في مصر في 2021 سبع فرق افريقيه شاركوا، لان مصر منظم ومصر كانت في الرانكينج، وخمسه يعني سبع فرق افريقيه كانت حاجه يعني جميله جدا. اولا قبل ما نتكلموا على انها مؤهله للالعاب الاولمبيه ولا بطوله العالم، اول مره يكون 16 منتخب، 16 منتخب في ثلاث اصناف، في منتخبات مستوى عالي وفي منتخبات متوسطة وفي منتخبات
واعدة، مش ضعيفة، واعدة. والفرق أنه حتى القرعة ما ساعدتش الشيف المجموعة الثانية يلعبوا في الدور الثاني المجموعة الرابعة، يعني ضرورة أنه مصر وتونس يكونوا في الربع. أولا أحب أشكر الاتحاد المصري مثلا في الدكتور محمد الأمين وكابتن عمرو صلاح اللي دعوتهم ليا في البطولة ديت في القرعة. طبعا زي ما تعودنا دايما احنا منتخباتنا بتلعب دايما على المركز الاول في خاصه في بطوله افريقيا، واعتقد ان شاء الله ان احنا نكون يعني حظوظنا كبيره جدا في التاهل لاولمبياد باريس. طبعا احنا عارفين ان كره اليد غالبا ما بتبقى يعني قوتها متمركزه في الدول شمال افريقيا، بس هو الجديد عليها الراس الاخضر دي فرقه، طبعا فرقه كويسه ويمكن في البطوله الاخيره حققت انجاز كويس، فدي هي اللي هتبقى يعني اعتقد المنافس الاكبر في البطوله ديت. بس لكن غير كده انا شايف المستويات كلها قريبه ما عدا تونس والجزائر والمغرب. القرعه متوازنه جدا، الفرق القويه متوزعه كويس. بطوله افريقيا صعوبتها ان هي مؤهله للاولمبياد، بياخدوا فريق بطل واحد، ف يعني انا شخصيا مش فارقه العب مين في المجموعه او في دور الثمانيه او في سيمي فاينل والفاينل، لان هو هياخدوا بطل واحد، فلازم عشان نصعد اولمبياد لازم ونستحق او نشرف مصر وكل لعيب ده الحلم بتاعه لازم يكسب كل الفرق. ف يعني شايف يعني مجموعات متوازنه، ممكن بس الغريب شويه ان احنا كنا بنلعب تونس دايما في الفاينل، بس المره دي هنلعبها في لو الامور مش طبيعيه هنلعبها في السيمي فاينل. بس زي ما قلت لك كده كان لازم نلعب تونس ونلعب الجزائر وانجولا، فيعني هي بس ترتيب الماتشات مختلف، بس هي ده الفرق يعني. كل التوفيق لمنتخب مصر ان شاء الله.